محمود وبجواره مدير الكرة بنادي النصر. مساء تفضل. عبد العزيز، التقي على عجاله مدير اداره كره القدم في نادي النصر الاستاذ سلمان القريني، اللقاء الاول بعد البطوله الاسيويه. نقول لكم هارد لك، ونبدا هذه البطوله بكل تاكيد المهمه للفريق النصراوي والتي يصطدم في بدايتها مع الاتحاد وفي مستقبلها اذا ما سارت الامور امام الهلال. بدايه نتحدث عن المدرب الجديد والخطوه الجديده لفريق النصر بالتعاقد مع السيد جوميز لمده شهر. ما الذي حصل في الايام الماضيه لاعداد الفريق لهذا المباراه؟ طبعا مباراه مهمه وبطوله اهم، تعتبر هي ختام الموسم وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين. ما في شك انها بطوله مهمه والمباراه قويه. طبعا كل المشاركين في البطوله بعد يعني فرق قويه. نامل ان شاء الله ان نتجاوز المرحله هذه المرحله المقبله. التغيير والاعداد البطوله هذه طبعا الوقت تداخل المسابقات، يعني ما جينا من ايران ليوم الخميس الصبح، يعني في صعوبة شوي في الأداء. طبعا عملية المدرب الجديد برضه يعني يمكن يكون فيها أكثر شيء دفعة معنوية للاعبين. أبو حمد، نتحدث أختصر أسئلتي لاختصار الوقت حتى قبل أن تبدأ المباراة. الغيابات بسبب الإصابات نعلمها تماما، ولكن الأحاديث عن الغيابات أو تغيب الإدارة النصراوية والجهاز الفني لثلاثة لاعبين بسبب البطاقات الملونة، حسين عبد الغني، خالد الزيلعي، وفيكتور فيجاروا، وصلكم خطاب رسمي بخصوص هذا الشأن؟ لا، النظام الاتحاد الآسيوي، لائحة البطولة الآسيوية بطولة الأبطال تنص على الشيء هذا واضح وصريح. نظام جديد؟ لا طبعا مستحدث. لا مو مستحدث، هو كان العام الماضي وقر العام الماضي، بس يعني اشير انه بيطبق من بدايه من البطوله هذه من الموسم هذا، ونصت عليها اللائحه 2011، لائحه الابطال نصت على اللائحة. خاطبتم مع الاتحاد السعودي في هذا الشان بعيد عن الاتحاد الاسيوي؟ بغض النظر عن التخاطب، يعني عندنا اللائحه من البدايه، طبعا مطلعين عليها واضحه وصريحه. شكرا لك. حياك الله. شكرا للاستاذ سلمان القريني مدير اداره كره القدم في نادي النصر. يؤكد عبد العزيز الحديث الذي تحدثنا عنه والذي من الممكن ان يثير الشارع الرياضي في اليومين القادمين، باعتبار ان هنالك بطاقات ملونه حصل عليها الكابتن رادوي لاعب نادي الهلال وهو يشارك في مباراه الامس. بالتالي بين الصح والخطا بين اداره الناديين وبين الحديث سيكون بكل تاكيد الساعات القادمه والايام القادمه هي الفيصل في هذا الحديث. عبد العزيز، شكرا جزيلا لك مساعد المحمود، ايضا لايضاح الشارع الرياضي ما ذكرته سابقا مع الكابتن سلمان القرين.